من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية تضعنا في آخر التطورات شمالي العراق. هبة أهلا بك، إذا لو تضعينا في آخر التطورات اليوم بعد عودة الهدوء كما قلت في مناسبات سابقة إلى كركوك. نعم، بعد العودة الهدوء إلى كركوك بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في كركوك والأيام الماضية الأخيرة اليومين المتتاليين، كانت هناك يعني اعتصامات وخيام من الجنود المعتصمين أمام مقر يعني عمليات كركوك. يعني هذا الموضوع يعني لحد هذه اللحظة أهالي كركوك متشددين على الاعتصامات، الضبط النفس موجودة في موضوع انه حتى انه رئيس الوزراء محمد شاع السوداني حتى قال المتظاهرين ان يجب ان يكون ضبط النفس وتهدئه النفس لاجل هذه المدينه العريقه والمدينه التاريخيه التي لها موقع استراتيجي في العراق والتي تتنوع اطيافه واديانه، حيث ان هذه المدينه بصراحه يعني يطلقون عليها على اوساط السياسيه والمعروفه عليها هي المناطق المتنازع عليها هي محافظه كركوك، حتى يسموها في الأوساط السياسية هي قدس كركوك من كثر الانتهاكات بأشتى الطرق من في هذا الموضوع. يعني محافظة كركوك انتهكت سابقا في 2017 بعد تم تحريرها من الأحزاب التي تريد أن تستحوذ على هذه المحافظة وخيرات هذه المحافظة، وتم وتم الانتصار على هذه الأحزاب 2017. لا تريد أهالي محافظة كركوك يعني ارجاع الموضوع الى المربع الاول وهو الانتهاكات الاخيره التي حصلت في 2017. الامور هادئه لحد هذه اللحظه بعد تشكيل لجان يعني وضبط الامن في محافظه كركوك، خصوصا لانتشار القوات الامنيه في جميع يعني الحدود ومحافظات ومحافظة كركوك، حتى أن الطرق انفتحت والطرق الرابطة بين أربيل وكركوك انفتحت بعد حظر التجوال الذي حصل يوم أمس. اليوم الأمور طبيعية، بس لحد هذه اللحظة الأهالي كركوك منزعجين من الأحزاب التي تريد أن تستحوذ مرة ثانية يعني في هذه المحافظة. هل هنالك هبة يعني من جدول زمني وضعه رئيس الوزراء لتسليم هذا المقر المتنازع عليه حاله حال المدينة؟ يعني كما سمعنا أن هنالك أمر من رئيس الوزراء محمد شاع السوداني بتسليم المقر أو إعادة المقر للقيادة المشتركة إلى الأحزاب الكردية، وبعد ما حصلت من مظاهرات من أهالي المدينة برفض ذلك، الآن هنالك تريث في تسليم هذا المقر. هل تم الاتفاق على سقف زمني للتسليم أم أن الموضوع ما زال معلقا؟ الموضوع ما زال معلقا يا رعد، الموضوع في حالة تريث حصول أهالي يعني محافظة كركوك على متطلباتهم من خلال الخيام والمعتصمين، حتى أن الأحداث الأخيرة التي حصلت صراحة يعني وسفك الدماء والشباب الذين راحوا ضحيتها في من أجل يعني أرض كركوك ومن أجل قدس كركوك مثل ما يقولون، يعني في حالة تريث من خلال أنه الأحزاب التي تريد أن تأتي مرة ثانية إلى مقر عمليات كركوك وأيضا تريد أن يعني أيضا أن تستحوذ على هذه المحافظة مثل ما أشرت في حديثي، وكذلك أيضا أنه أهالي كركوك لحد هذه اللحظة غير متقبلين هذه الأحزاب من خلال يعني كثير من الأمور التي حصلت في وقت سابق يا رعد. حتى رئيس الوزراء أنه أعلن مثل ما أشرت إلى حالة تريث يعني خلال تسليم الأحزاب الكردية إلى مقر عمليات كركوك، فهذا الموضوع يعني مما أدى إلى أهالي كركوك بالاعتصامات الشديدة التي حصلت في الأسبوع الماضي واليومين المتتاليين إلى تصعيد وتوتر أمني في الأحداث، وراح ضحيتها العديد من الشباب منها 4 ضحايا وكذلك يعني 14 يعني مصاب من هذه الأمور، حتى أن القوات الأمنية من ضمنها القوات الأمنية كانت المصابين كانوا موجودين حتى من ضمن القوات الأمنية. طيب بعد الأمر بتشكيل لجنة للتحقيق لم يحسم. نعم،
هبة بعد الأمر نعم. بتشكيل لجنة التحقيق من قبل رئيس نعم. الوزراء العراقي لمعرفة الملابسات وسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث الأخيرة، هل يعني صدر شيء عن هذه اللجنة؟ هل تم اعتقال أشخاص؟ قيل أن هنالك مندسين كانوا بين المتظاهرين، إن كانوا من هذا الطرف أو الطرف الثاني هم الذين أشعلوا وتيرة المواجهات بهذه الطريقة كما جاء في تصريحات بعض المسؤولين العراقيين. هل هنالك من تصريح لهذه اللجنة الجديدة للتشكيل للتحقيق أم ما زال الموضوع غير مصرح عنه؟ لحد هذه اللحظة أنه لجنة يعني لتحقيق هذه الملابسات الجريمة التي حصلت والأحداث التي حصلت في محافظة كركوك، لحد هذه اللحظة يعني يجري التحقيق عند هذا الموضوع بخصوص أنه قتل يعني وإصابة المحتجين والمعتصمين، حتى أن حرق سياراتهم وخيامهم الذين كانوا يعني في أمام مقر عمليات كركوك في محافظة كركوك. وهذا بالتالي أنه اللجنة لحد هذه اللحظة مستمرة في التحقيق، والأهالي حتى هذه اللحظة يعني غاضبين من هذا الأمور وهذه الأحداث التي حصلت. بالتالي نعم. حتى رئيس أركان الجيش عندما كان يعني عقد اجتماعا طارئا في موضوع الأحداث والملابسات ولجنة التحقيق بخصوص هذا الموضوع، حتى أنه قال لأهالي كركوك يجب أن يتم ضبط النفس وعدم الانجرار وراء يعني وراء الأحداث ورد على الفتنة والطائفية التي تحصل. لا نريد أن نرجع للمربع مثل ما أسفت الأول، هي الطائفية التي تحصل، ونحن أن شعب واحد، وهي خصوصا أن محافظة كركوك من المحافظات ومن المدن التي تمتاز بالتآخي والتعايش السلمي من خلال أنه قومياتها ومن خلال تعدد قومياتها وأديانها. فلا نريد أن يكون هنالك يعني يكون هنالك معارك مع يعني الأحزاب نعم الكردية. نحن عرب وكرد وتركمان موجودين في هذه المحافظة، ولا يجب أن يكون هنالك انجرار لأمور الطائفية ولأمور الفتنة التي تحصل في والتي حصلت في السنوات الماضية. نحن الآن نعيش في يعني في جميع المحافظات العراقية بأمن واستقرار. نعم، أن نزعزع مرة ثانية الأمن واستقرار البلاد يا رعد. نعم نعم، هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا لوضعنا في هذه التفاصيل وحيثيات ما جرى ويجري في كركوك والأحداث الأخيرة، ونسأل الله السلامة وابتعاد هذه الفتنة عن هذه الأرض. شكرا جزيلا لك هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد.